الآن. عندما نأتي إلى بند آخر وهو فيما يخص البيئة، السيد الرئيس تعلم بأن البيئة موضوع خطر، وأكثر ما يعاني من أمراض البيئة هي المنطقة الجنوبية وبالذات أم الهيمان التي تقع ما بين المصانع والمنشآت النفطية. وقد بعثت بسؤال إلى النائب الأول وهو المختص والرئيس العام للبيئة بشأن تلوث الهواء بمنطقة صباح علي صباح السالم، وكان رد الهيئة العامة للبيئة على السؤال الثاني، كان السؤال: هل تم العمل بالتوصية التي أجريت قبل 3 سنوات بعمل مسح صحي على عينة عشوائية من أهالي ضاحية علي صباح السالم ومتابعة حالتهم الصحية خلال فترات زمنية متواصلة في قسم تحليل متخصص؟ كان هذا السؤال للرئيس الأعلى للبيئة، وكان نص الإجابة: لم تقم الهيئة العامة للبيئة بأي دراسات صحية ومسحية باعتبار أن هذا المجال اختصاص وزارة الصحة. وتم عمل إكمال الإجابة وتم عمل التوصية بضرورة قيام وزارة الصحة بعمل دراسة مسحية صحية لأهالي المنطقة للتعرف على الوضع الصحي القائم، وإذا كان هناك أي ارتباط بين الأمراض الصحية والملوثات المختلفة المنبعثة من المناطق الصناعية القريبة من المنطقة السكنية أو من المصادر الأساسية الثابتة. وقد قامت الهيئة العامة للبيئة بمخاطبة حسب كتاب الهيئة الصادر أو التي بعثته لنا إجابة على السؤال، وقد قامت الهيئة العامة للبيئة بمخاطبة وزارة الصحة عدة مرات، هذا الإجابة من البيئة، عدة مرات من أجل البدء في تنفيذ هذا المشروع ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن. هذا الإجابة من البيئة. كذلك الرد على السؤال الخامس، نص السؤال الصادر إلى الهيئة العامة للبيئة: وفقا لدراسة أجراها فريق يتكون من كوادر ذات خبرات بيئية وصحية وقام بدراسة الحمل البيئي لمنطقة علي صباح السالم وخرج بتوصية عام 1994 مفيد بصلاحية السكن في المنطقة، فهل تعتبر فعلا ضاحية علي صباح السالم صالحة للسكن؟ نص الإجابة الوارد من الهيئة العامة للبيئة: صدر قرار صادر من مجلس الوزراء رقم 957 بتاريخ 25/12 والذي نص على الإسراع في معالجة تلوث البيئة الناتج عن المنشآت النفطية والصناعية في مشروع أم الهيمان السكني والبدء في تنفيذ المشروع، وطلب من وزارة الصحة بإجراء دراسة لبيان الخطورة الصحية والبيئية التي تنتج عن الحوادث الطارئة خاصة بوزارة الصحة، اقتصر دورها على تقديم برنامج عمل وتوصيات على المدى البعيد. أيها الأخوة، تنحصر مسؤولية الوزير فيما طلب منه بدراسة الخطورة الصحية على المدى البعيد، وحاليا نتج وجود أضرار صحية في أطفال وسكان منطقة علي صباح السالم، وانتشرت الأمراض وتزايدت في هذه المنطقة، والدراسة أجزمت بوجود ملوثات خطيرة، وبناء على دراسة وزارة الصحة تضرر أهالي أم الهيمان. طبعا وزارة الصحة قالت بأن هناك في تصريحات للأخوة بعض المسؤولين في وزارة الصحة بأنها أجريت دراسات مسحية، يعني هذا الأخ أحد المسؤولين بالصحة يقول بأن هناك أجريت دراسات مسحية. طيب أجريت الدراسات المسحية، لماذا لم تقم وزارة الصحة بالجواب على أسئلتنا إذا كان في يعني دراسات مسحية؟ ومكافحة السرطان وحددوا الأعداد كلها في هذا التصريح، ونحن لم نستلم أي إجابة تحدد الأعداد مع الأسف الشديد.